طيب الجانب الاخر، وطبعا الدينامو الشهير للصفقات الثقيله للنادي الاهلي، صديقنا العزيز حاج محمد عبد الوهاب. مساء الانوار يا محمد بيه. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا من نمشي. يا الله يا الله يخليك. يعني انت الصفقات الثقيله كلها انت اللي متصدر فيها؟ لا انت عارف يا كابتن مدحت، انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت، والحمد لله يعني توفيق ربنا الواحد لما بيتكلم بحاجه بيعملها بكل مجهود الحمد لله. دي حقيقه فعلا والله. طيب قول لنا بقى يعني الامور تمت ازاي، وحك القصه بتاعت عبد الله سعيد وحك اللي قمت بيها. انا عارف والله حضرتك الحمد لله، يعني كان النادي الاسماعيلي والمجلس اداره النادي الاسماعيلي الدكتور رأفت عظيم والاستاذ عثمان عطيه، وكان في استجابه والاخ محمد شيحه، وكان في استجابه في عرض اللعيب مع المناقشه مع النادي الاهلي بصفه رسميه. الحمد لله توصلوا للعرض المالي يعني والاعاره بتاعت الأديل سعيود اللي هي لمده سنه دي. لمده سنه. الحمد لله والحمد لله. طبعا هي اولا واخيرا كان في رغبه اللعيب انه يلعب للنادي الاهلي بس ما لعبش حته ثانيه، ودي ده اللي خلانا اتحركنا يعني. بالظبط. انت خليت عبد الله يوقع اعتقد في مستشفى المعادي النهارده. لا في مستشفى مش في المعادي. طب قالوا ان انت جبت له عربيه وشقه وبتاع، الكلام ده مظبوط؟ يا كابتن ده كلام، ده كلام. انا قلت مش معقول، دي صعبه دي قوي. لا 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 طبعا، لا هو ربنا يبارك له يا رب. هو عبد الله ما شاء الله ربنا يزيده، هو وراجل عنده شقته وعنده عربيته وبتاع، مفيش كلام من ده دلوقتي خلاص كده. طب من خلال قعدتك مع عبد الله محمد بيه، هل عبد الله كان مصر على اللعب الاهلي ولا كان بيفاضل للعرض الافضل ماديا بالنسبه له؟ لا عبد الله كابتن مدحت حقيقه هو كان عايز يلعب في النادي الاهلي، وكان عايز نادي الاسماعيلي يستفيد اكثر استفاده، عشان طبعا هو دي بلده وولاءه للنادي الاسماعيلي اولا واخيرا يعني. تمام. هو الولد كان حريص عليها جدا 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 يعني. يعني دي كانت رغبته، ولم يفكر في امر اخر غير النادي الاهلي خالص. حتى يعني حتى في يعني في الاشهر اللي فاتت عبد الله جاله عروض بره، احتراف بره، مصر ان هو يبقى موجود في مصر هنا ويبقى محطته النادي الاهلي يعني. جميل. الحمد لله، الحمد لله ربنا وفقه يعني، ان هو ولد كويس ربنا يوفقه ان شاء الله. يعني مبروك على النادي الاهلي. الاستغناء وصلت ولا لسه؟ جايه في الطريق ان شاء الله باذن الله كابتن. في الطريق مصر الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مبروك عليكم عبد الله السعيد. الله يخليك. شكرا جزيلا يا حاج محمد. شكرا 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 جزيلا. عايز اوجه بس كلمتين لجمهور النادي الاسماعيلي، وزي ما كنت بتكلم نادي الاسماعيلي محتاج فلوس، ما عندوش فلوس خلاص. الجمهور مش مطلوب منه يدفع، هجيب منين؟ ده جمهور يعني كلنا فاهمين يعني. كان لازم يبيع صفقه او اتنين عشان يقدر يجيب فلوس. نادي الزمالك دخل عادي جدا، عرض مبلغ معين، الولد عبد الله مش عايز يلعب في الزمالك وحر. ما هو الاتحاد الدولي يقول لك ايه؟ لا تستطيع ان تجبر اللاعب ان هو يلعب في نادي معين. اللاعب حر يلعب في نادي اللي هو عايزه، لا يستطيع ولا يملك النادي الاسماعيلي انه يقول لعبد الله امضي للزمالك، ما يقدرش.